السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مبروك عواشركم، دخل عليكم رمضان بالصحه والهنا وطوله العمر. معكم قناه ام شيماء. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه ديال الشعر، ديما كنديرها وزوينه. كان شعري بدا كيطيح ليا ودابا رجعت ليها وجات لي مع شعري بزاف، ودابا قلت علاش لا ما نشاركهاش مع المشاهدين ديالي. بغيت نوجدها باش نشاركها معاكم. عندي الثومه بقشرها، كنشدها وكان ندقها كعاك، كنشققها بحال هكا بحال هكايا، كندير لها بحال هكا حتى كتسحل بحال هكا. عندي هنا أربعة ديال الريوس ديال الثومه، عندي الورد، عندي الخزامة، عندي السواك، عندي واحد طريف ديال القشور ديال الليمون، وعندي القرنفل، عندي واحد سبعة ديال القرنفلات هما عندي هنايا، وعندي السانوج، حبة السوداء اللي كان كل واحد باش كيسميها السانوج. هاد وعندي الزيت ديال زرعة الشمس، الزيت الرومية والزيت البلدية، وعندي هاد القريعة. كنشد هاد القرعة ديالي كنحلها، كنرمي فيها هاد الثومة بحال هكا بالقشور ديالها، كنرميهم فيها، كنشد هاد السواك كنرميه، كنشد هاد طريف ديال الحامض، ماشي الحامض، غير القشور ديال الحامض كنرميه حتى هو، كنشد هاد الخزامه كنخويها، كنخوي هاد الخزامه ديالي هكا على هاد الثومه، كنرمي هاد الورد. الورد راه كلشي كيعرفو، هادشي كامل اللي بقى ليا هنا كلو خصني نخويه على هادشي. كنشد هاد السانوج كنخوي واحد شويه تاني على هادشي، ايوا تنشد هاد الكاس ديال الزيت. والزيوت كاع الزيوت اللي بغيتو ديروا معاه هاد التخليط كديروه، كاين اللي عنده زيت الخروع، اي حاجه عندكم في الدار ديروا نقيطات على هاد الزيت. انا كان عندي واحد شويه ديال الزيت الخروع وزيت الزنجلان، كبيت هنا واحد القطيرات واحد شويه خلطت مع هاد الزيت البلديه والزيت السيور، ومن بعد كنخوي على هادشي، كنخويهم هنا وكنخلطهم بحال هكا، كنخلطهم مزيان. وتنشد الميكا ديالي وتنخشيها في هاد القرعة هكا، كنشد الميكا كندير لها بحال هكا، وعاد كنسد القرعة. ملي كنسد القرعة كنلويها بحال هكا، وكنحطها في بلاصة ما تكونش يعني سخونة بزاف، ما تكونش باردة، كنحطها في واحد الماريو في الكوزينة يكون بعيد شوية على السخونية، وتنخليها دوز سيمانة سيمانة 10 أيام. من بعد فاش كدوز 10 أيام كنشدها وكنصفيها، هانتوما راه بقى ليا منها هاد الشويه، كنصفيها. ملي كنصفيها من هذاك داكشي ديالها، ديك الريحه اللي فيها، ديك الخزامه والورد وطريف د الحامض وداكشي اللي درت معاها كتحيد منها ريحه الثومه، وداكشي كامل زوين للشعر. انا جربتها وجربتها حتى في بنتي حتى هي، والشعر كتقوي الشعر كطولو وكتزينو كما بغى يكون النوع ديال الشعر، يا رطب يا حرش يا كما بغى يكون، كتجي مع هاد الوصفه بزاف زوينه.
كنشدو هاد القريعه بحال هكا، كنحلو الشعر ديالنا وكنبقاو نرشو في الجدر. بحال دابا عنديروها في الصباح في العشيه نغسلو. بحال دابا الا بغى شي واحد يخليها ساعه ولا جوج سوايع كافيين. عين المهم خص اول مره خص الانسان يداومها شهر جوج مرات في السيمانه ولا حتى ثلاثه المرات في السيمانه الا بغى يعرف النتيجه. ومني كيغسل ملي كتغسلي شعرك ممكن دير فوطه تكون حتى هي تكون شويه فازقه بالماء سخون، ودير ديك هذا ديال الدوش ديك فاش كدير الشامبوان كدير ديك الترطاب ديالو من بعد، وكتلوي الفوطه ديالك وتخليه واحد 5 دقائق هاكا تشلي شعرك. هذا خصك تداوميه، اللي بغى يجرب هاد الوصفه هادي خصو يداومها باش كتعطي النتيجه ديالها. وشكرا لكم، كنشكركم بزاف، وما تنساوش تدعمونا وما تنساوش ديروا لنا لايك، والله يدخل علينا هاد رمضان بالصحه والهنا وطول العمر. كنتمنوا على سيدي ربي يفاجئ على العالم والله يجمعنا مع احبابنا. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركه ديالكم، وانا فرحانه بكم بزاف. ودابا جيت معكم بهاد الوصفات ديال الوجه وديال الشعر، ورانا كندير شويه بشويه، مره طياب مره وصفات. وشكرا لكم، وما تنساوش ديروا لنا اللايك وتشاركوا معنا في الجرس. وشكرا لكم وبسلامه عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.